مع حكومة الوفاق كحكومة وليس كأشخاص، مع حكومة الوفاق كحكومة أن هي تجمع الليبيين لتدير استقرار الليبيين وليس كأشخاص، يعني كأشخاص اللي عمر ما، لأن الأشخاص زائلون. يعني احنا أهم شيء هو الاستقرار الليبي، استقرار ليبيا أهم شيء. الرحمن الرحيم، أنا فتوري عبد العزيز عزوزة ابن مصراتة الأبية الحرة. بنقول لك الحكومة نحن معها بكرة خير من بعد بكرة، لأن الشعب يعاني مع الأسف الشديد من النقص في الأدوية والغذاء، وجميع المصارف الآن تعاني من قلة الإيراد المالي، والناس تعاني، معاشها لم ينزل في توقيت المحدد. فأتمنى لأخواننا في ليبيا أن تبدأ صفا واحدا وأن تطلب مطالب الحكومة الجديدة. مهما كانت الحالة الحكومة ما ظنيش بتظل أسوأ من اللي شدوها قبل. احنا نتمنوا من الحكومة أن يختار وزراء قد المهمة ويخدم أبناء ليبيا قبل أبنائه. فإذا كان حطوا هالناس، احنا سادنا اللي من برا، الدكاترة والمهندسين اللي طولوا لنا من برا، هل يدعموا فيهم العالم على خبر على خراب ليبيا؟ احنا ما لم 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 نبوهم في 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 ليبيا الحبيبة. احنا نبو ناس على قد الحال، يرعى مصالح الشعب قبل مصالحه. كلمتي إلى الليبيين، ليبيا وقلتها مرارا، والله قرأت وذهبت إلى كثير من مدن العالم، لم أرى نسيجا اجتماعيا كما هو موجود في هذه البلاد، وكل مقومات اللحمة والتواد والتراحم موجودة ما بيننا. الدين واحد والحمد لله، والمذهب واحد ولله الحمد والمنة، والوطن واحد، والنسيج الاجتماعي أنساء وأصهار وجيران. فلابد وأن نمد أيدينا وننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة لنبني فيها ليبيا بخير وأمن وأمان واستقرار. هذا ما أود أن أوجهه إلى الليبيين، حتى أولئكم الذين كانوا قد حسبوا على النظام السابق. الوطن فوق الجميع وأعلى من أن يكون الإنسان عابد لمن يحكم الوطن، فالعبادة بعد الله سبحانه وتعالى، والتقدير للوطن والإجلال والتكريم للوطن. فأناشد كل من كان يبكي على أطلال الماضي، هذه ليبيا تعالوا نبنيها جميعا، نعفو ونصفح عن بعضنا ونتغافر لما بعضنا. وأتمنى أن أرى بأم عيني لمة لليبيين من كل شباب ليبيا يجتمع حول قصعة بازين واحدة يجمعون فيها كلمتهم وصفهم. والسلام عليكم ورحمة الله. نحن الليبيون دفعنا الثمن غالي، دفعنا دماء أبنائنا، دماء فلذات أكبادنا، دماء رجالنا، دفعنا الكثير في سبيل إنجاح هذه الثورة. ولكن في المدة الأخيرة كثير من أعداء الثورة استطاعوا أن يتسللوا إليها، وهذا السبب الرئيسي كان بسبب اختلافنا مع بعض. نحن أبناء الثورة في الشرق أو في الغرب اختلفنا، وكانت فرصة للأزلام وفرصة لأعداء الثورة للدخول داخل هذا الجسم الثوري الجديد لتمزيقه أو تفتيته أو إفشاله. ونحن الآن يجب أن نصل مع بعض إلى نقطة تفاهم، وحتى نتفاهم يجب أن نضحي من أجل ليبيا، من أجل أبناء ليبيا، من أجل رجال ليبيا، من أجل رخاء ليبيا، يجب أن نضحي. أنا أب شهيد، يجب أن أتنازل عن قليل مما أريد حتى أصل بليبيا إلى بر الأمان، وأنت يجب أن تتنازل قليلا، وكلنا يجب أن نتنازل حتى نصل إلى نقطة تلاقي في منتصف الطريق، تستطيع هذه النقطة أن تصل بنا إلى رفعة البلاد ورقيها. الآن ليبيا في معترك خطير، في هاوية، في طريق منحدر تسير إلى الهاوية. الوضع المعيشي يسوء، الوضع الصحي التعليمي، الوضع الأمني والاجتماعي. بعد القرار إنشاء حكومة الوفاق الوطني ثبت لدينا أن الجهتين الشرقية البرلمان والغربية التي يمثلها المؤتمر الوطني إنما هما مجلسان يمثلان مصالحهما الشخصية.
لم يتلقاه خلال سنة ونصف حدث فيها الدمار والحرب، وعندما شعرا بأن البساط يسحب من تحت أقدامهما اجتمعا وأخرجا مفردات جديدة كالحوار الليبي الليبي. ماذا نريد؟ هل يريدون المصالحة الآن؟ هل يريدون رفعة ليبيا الآن؟ هل يريدون صلاح ليبيا الآن؟ لماذا لم يفعلوا ذلك في السابق؟ الآن عندما سحب البساط من بين أقدامهم خرجوا إلينا بمقولة جديدة هي الغرض منها ليست ليبيا، الغرض منها الحفاظ على مصالحهم وما تحصلوا عليه إثناء حكمهم للبلاد. نطالب كل الأطراف في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، ونحن نطالب كل الأطراف بوقف إطلاق النار في كافة المدن الليبية، ونطالب كل المجتمع كل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بدعم هذه الحكومة التي توافق عليها كل من الليبيين، ونطلب من كل الدول العربية والدول الإسلامية دعم هذه الحكومة، لأن كافة الشعب الليبي يريد هذه الحكومة. والسلام عليكم ورحمة الله.